أتقدم بتحياتي الطيبة والحارة إلى كل حرائر الجزائر، كل عام وأنتم بخير، سواء كنتم عاملات أو ماكثات في البيوت. تحياتي إلى زميلاتي في قطاع الإعلام في مهنة المتاعب، وإلى المداومات في نهار هذا اليوم الاستثنائي والخاص. نقول لهم عيد سعيد، والمرأة هي اللي جابت الطبيب، والمرأة هي اللي جابت الممرضة، واللي جابت الصحافي، جابت الصحفية، جابت المعلم، جابت الأستاذ، جابت كاع لي دومين. والمرأة هي المجتمع، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك استوصوا بالنساء خير. ثبتت وجودها من خلال بصمتها، سواء على مستوى المنزل، على مستوى المجتمع، في جميع القطاعات. احنا ان شاء الله المرأة المعسكرية والجزائرية ان شاء الله كل عام وهي بخير، وكل عام وهي متألقة، وكل عام وهي مشاركة في خدمة هذا المجتمع. المرأة اجتازت كل التخصصات من المجالات النسوية إلى مجالات أخرى، وهي ناجحة في معظم النجاحات بفضل الإرادة، بفضل العلم، بفضل الطموح المتواصل. وحدي نعبر به كاع، باغ اكزومبل عندي هذا الديسان نبغيه بزاف، سا ريبريزونت لا فام الجيريان ولا لا فام اون جينيرال، هي سنت سبيسيالمون على ما مامون، شغل المرأة توجور كيما الشمعة دوب هي باش تضوي على الناس الأخرين.